السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زمايلنا الأفاضل المتابعين مبدعون في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا النهاردة في موضوع من مواضيع بورد الفارماكوثيرابي الخاص بالإكسترا توبكس. هنتكلم فيه النهاردة اللي هو موضوع الدرماتولوجي. قبل ما نبدأ، ناس كتير بتسأل إيه السورس بتاع الإكسترا توبكس دي، اللي هو مينلي بورد الأمبيولاتوري كير، الشابترز دي أو المواضيع دي موجودة فيه. تمام. ناس كتير بتسأل قد ايه نسبة الأسئلة دي في الامتحانات بالنسبة لجزء الدرماتولوجي. انا جالي تقريبا 3 أو 4 أسئلة. ما اقدرش اقول انه جزء مش مهم، لان كل كلمة بتعرفها في البورد بتبقى بالنسبة لك ممكن يكون نجاحك انك تعدي او ما تعديش واقف على السؤال ده. فنصيحتي ليكم طول ما انتم ماشيين في شباتر البورد، على قد ما تقدر المعلومة اللي تقدر تلمها هتفيدك اكيد بشكل او باخر. ده بجانب ان جزء الدرماتولوجي حتى لو زي ما قلنا ما بيجيش عليه جزء كبير في الامتحان، ولكن البراكتس بتاعنا كصيادلة سواء في inpatient او outpatient setting mainly هتتعرض لموقف من او مرض من الديزيز اللي هنناقشها ان شاء الله في المحاضره دي. عندنا 5 مين توبكس. اول واحد اللي هو الاكني او حب الشباب، ثاني واحد اللي هو السورييزس او الصدفيه، ثالث واحد الارتكاريا او حساسيه الجلد المفرطه، رابع حاجه البريشر السرز او قرح الفراش، خامسا ان شاء الله واخيرا اللي هي الماينور بيرنز او الحروق البسيطه. كل موضوع من دول مطلوب مني اعرف في ايه، mainly ال 3 first topics اللي هو الالجوريثم اوف تريتمنت. كل واحد فيهم له خطه علاجيه معينه بمشي عليها. طيب عشان امشي على الخطه العلاجيه دي لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل ستيجنج للبيشنت، اعرف البيشنت في انه ستيج، وعلى اساسها بختار العلاج حسب الالجوريزم اللي احنا هنتكلم عنه في كل واحد من المواضيع دي زي ما هنشوف ان شاء الله. هنحاول نلخص الموضوع، هحاول اركز لكم على النقط المهمه اللي تركزوا عليها في كل سلايد. هيبقى عندكم المحاضره كامله سواء PDF او فيديو تطلعوا عليها ان شاء الله كمرجع لو احتجتوا لاي معلومات زياده. نبدا ان شاء الله اول موضوع معانا النهارده اللي هو الاكني. نشوف الاوبجكتيفز اللي الكتاب بيتكلم عنها. زي ما قلنا كل واحد فينا بيشرح الشابتر من وجهه النظر او الانطباع اللي خرج بيه من امتحان البورد، بالاضافه ان احنا بنبص على الاوبجكتيف اللي البورد او الفه الكتاب حابين ان انت تخرج بيه من الموضوع دون بناء على متطلبات البورد. تمام. طيب ايه المطلوب مني بالنسبه للاكني؟ ان انا اعرف امتى ابتدي او اغير العلاج او اضيف او اشيل حاجه من العلاج اللي موجود بناء على حاله العيان. زي ما قلنا الحاجه الثانيه اللي يخص حاجه تخص البيشنت education، اللي هي ايه المفروض اعرفه العيان او ايه العيانين اللي المفروض افهمهم لما يكونوا بيبداوا يستخدموا الايزوتريتينوين في التريتمنت بتاع الاكني. تمام. طيب هنشوف اول حاجه الباثوفيسيولوجي بتاع الاكني، او ايه باثوفيسيولوجي اللي هي طريقه او الديفلوبمنت بتاع الاكني بيحصل ازاي. تمام. ليه يهمني الباثوفيسيولوجي؟ عشان وانا ماشي في التريتمنت الجوريثم كل علاج بيشتغل على مرحله معينه، فابقى فاهم التريتمنت الجوريثم دون محطوط بناء على ايه، على اللي هي السيفيريتي بتاعه الكيس بتاع البيشنت. طيب الباثوفيسيولوجي او الستيجز دي عباره عن ايه؟ حاجه اسمها الايرلي كوميدون، تاني حاجه تاني مرحله اللي هي الليت كوميدون، ثالث مرحله الانفلاماتوري بابيول او باستيول، معنى بابيول او باستيول اللي ابتدى يحصل عندي انفكشن وبكتيريا، ثالث حاجه اللي هي النوديول سيست. باختصار كل مرحله فيهم عباره عن ايه؟ زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ده الاستراكشر دون اسمه الهير فوليكل ستراكشر. تمام. او تركيب بصيله الشعر، دي بيقول عليها الهير كانال اللي هي في النص متصل بها السيبيشيس جلاند او الغده الدهنيه، ده التركيب الطبيعي. زي ما احنا شايفين النقط الزرقاء دي عباره عن كيراتين وابيثيليال سيلز. اول ما بتبتدي تتجمع عندي بتبقى اول مرحله في الديفلوبمنت بتاع الاكني، بقول عليها زي ما قلنا ايرلي كوميدون. تمام. بتزيد شويه بتاخد مساحه اكبر تحت الجلد، بتبقى اسمها ليتر كوميدون، تبدا يحصل بروجريشن وبكتيريال انفولفمنت، اسم البكتيريا اسمها بروبيونو بكتيريوم اكني، تبدا تتجمع عندي مع السيفيشيا سيكريشن والكرياتين سيلز، وتبدا الانفلاميشن تزيد جدا، ويبدا عندي هنا يظهر بابيول او باستيول. ونركز على النقطه دي ليه؟ لان هنشوف في التريتمنت في الالجوريثم بتاع التريتمنت ايه المرحله اللي ببدا فيها انتي بايوتيك لما يبدا عندي بابيول او باستيول، اللي هي بتمثل لي ايه؟ ظهور البكتيريال انفكشن. اخر حاجه طبعا لما بتزيد بشكل كبير جدا بتبدا تاخد مساحه تحت الجلد وتتحول لحاجه اسمها نوديول او حوصله تحت
الجلد لدرجه إيه؟ طبعا الانفلاميشن دي لما بتزيد كده النورمال هيلينج بروسيس بتاع اي تشو في الجسم بيحتوي على مرحله اسمها الفايبروزيس، في اخر مرحله من الهيلينج. الفايبروزيس دي اللي هي بيتكون لي فايبروس تشو تحت الجلد، او اللي بنقول عليه السكار، او اللي هي الندب، والندب اللي بتتساب مكان الاكني. فكل طبعا ما زادت السيفيريتي بتاعت الاكني، كل ما زاد السكار او الافكت اللي ناتج عنها بعد العلاج. كده فهمنا الباثوفيسيولوجي. هنشوف ايه الفاكتورز اسوشيتد وذ ديفلوبينج اكني. برضو هربطها في دماغي بالثلاث اسباب الاساسيه عشان اللي بسببهم الاكني بتظهر. قلنا ايه هم الثلاث اسباب الاساسيه؟ اول حاجه انكريزد في السيبيشيس جلاند سكريشن، ثاني حاجه الاكيوميليشن اوف كيراتين اند ابيثيليال سيلز، واخر حاجه اللي هو البكتيريال انفكشن. تمام. طيب دول ثلاثة مين كاتيجوريز من الفاكتورز اللي بتساهم لي في العملية دي. ازاي الهرمون ابنورماليتيز اور فلكتويشنز هتأثر لي على ايه؟ هتأثر لي على السكريشن بتاع السيبيشيس جلاند. تمام. يبقى في الحالة دي انا ممكن استخدم حاجات تعالج الهرمونال ديستربنس عشان امنع خطوة من خطوات او سبب من اسباب حصول الاكني. تاني حاجة الفيزيكال اوكلوجن او دامج، اللي هو السيرفيس بتاع الهير فوليكل زي ما شفناه في السلايد اللي فاتت بيبدأ يحصل له اوكلوجن بالكيراتين سيلز. لو عندنا سبب خارجي عمل نفس الايفكت برضه هيكون سبب في الديفلوبمنت بتاع الاكني. ثالث حاجه اللي هي الميديكيشنز، دي ممكن تاثر بكذا ميكانيزم مختلفه، يا اما تزود لي زي الانابوليك ستيرويدز مثلا، ممكن تزود لي سبيشس جراند سكريشن، حاجات هتعمل لي هتزود لي الانفلاميشن. فتو مين ريزونز في الديفلوبمنت بتاع الاكني، ديفرنت ميديكيشنز بتاثر بطرق مختلفه. برضو ابقى فاهم الفكره العامه ازاي ممكن الميديكيشن تاثر على القصه دي. طول ما احنا ماشيين في المنهج هنلاقي امثله مشهوره جدا، اهمها الليثيوم والفينايتوين، طبعا اتعرض لهم في جزء النيورولوجي والسيكاتري، نكون عارفين كويس جدا ان هم سبب من اسباب الديفلوبمنت بتوع الاكني، ومن اشهر السايد افكت اللي حتى بيتسال عليهم في الامتحان. تايبز اوف اكني فورم بريزنتيشن، العين اللي بيجي لي بانهي درجه من الاكني او ايه نوع الاكني اللي عنده. اول حاجه عندنا الاكني كونجلوبيت، دي حاجه نوع من انواع السيفير اكني زي ما احنا شايفين هنا، هي ليها علاقه باخر نوع اللي هو السيستيك اكني، بتكون اكتر من سيست واكتر من انفلاميشن موجودين وبيكونوا كونكتد مع بعض، بنقول عليها اكني كونجلوبيت. ثاني واحده الاكني ميكانيكا، زي ما قلنا لو حصل اي فيزيكال اوكلوجن او ليجن ممكن تكون سبب في تطور الاكني. ثالث حاجه الروزيسي، ودي بتبقى ديستربنس في الكابيلاري سيستم اللي موجود اللي تحت السكين تيشو، بيسبب لي ظهور مشابه للاكني، ليها تريتمنت كورس مختلف شويه عن الاكني. كوميدوجينيك اكني اللي هي بتبقى اكني زي ما قلنا الكوميدون ما بيكونش لسه حصل فيها انفلاميشن، زي ما احنا شايفين هنا ميني كوميدونز وذ مينيمال انفلاميشن. الكومون اكني اللي هي الاكني العاديه خالص ما بتبقاش وصلت لمرحله السيست، بس بيبقى فيه كوميدونز وذ باس اور باستيولز، دي اللي هي اشهر او الفيري كومن سورس ليها. زي ما قلنا تاني السيستيك اكني اللي هي الموس السيفير فورم اوف اكني اللي بتبدا تتكون لي حوصله او نوديول تحت سطح الجلد. تمام. ناخد فكره عنهم للمعرفه نفهم ايه نوع ايه معنى كل نوع فيهم. طيب البريزنتيشن اند دايجنوزز، البيشنت بيجي لي يهمني في ايه؟ زي ما قلنا يهمني اشخص العيان عشان اعرف انه مرحله، وبناء عليها اختار التريتمنت المناسب حسب الالجوريثم اوف تريتمنت. امتى بحتاج اديشنال تيستينج؟ زي ما قلنا احنا في كذا سبب عندنا للديفلوبمنت بتاع الاكل، بيشنت ممكن يكون بياخد ميديكيشن يسبب كده، بيشنت ممكن يكون في فيزيكال نوع من انواع الفيزيكال اريتيشن او الاوكلوجن للسيرفيس اوف سكين. تمام. ممكن برضو يكون الهرمونز. فاحنا ايه اللي بنعمله؟ بنبدا تو اكسكلود اول اذر كوزز ونركز. لو عملنا اكسكلوجن لكل كوز زي ما قلنا ولقينا ان لازال البيشنت عنده اكل، فبنبدا نعمل اندوكراينولوجيكال evaluation او تقييم لمستوى الهرمونات في جسم الشخص دون. مين اللي طبعا هنشوف الهرمونات دي هي مين اللي بتبقى موجوده او بتبقى increased جدا في مرحله الادوليسنس، وده اللي بيكون سبب او مبرر لوجود الاكني في المرحله دي من حياه الانسان، يعني اللي هم ايه؟ التستوستيرون، ديهايدرو اي بي اندروستيرون، ستيرون، اليوتينايزنج هرمون، واخيرا الفوليكل ستيميوليتنج هرمون، سواء الميل او الفيميل بيبقى توزيع الهرمونات دي في مرحله الادوليسنس عالي زي ما احنا عارفين.
طيب زي ما قلنا، عشان ابدا اعالج لازم اعمل ايه؟ اعمل كلاسيفيكيشن للاكني سيفيرتي، اعرف العيان في انهي مرحله. طيب عندنا المايلد الموديليت والسيفير، الرينجز دي سهل جدا تحفظوها، هي متوزعه لو بصينا عليها بصه كده سهل نشيل نحط الرينجات دي في دماغنا، اللي هي الكوميدونز او توزيع ظهور الاكني، الانفلاماتوري ليجنز احيانا ممكن ما تكونش تكون مرحله مور ادفانسد عن الكوميدون، بيبقى في بقى نوع من الانفلاميشن والبص. ثالث حاجه اللي هي التوتال ليجنز. رابع حاجه اللي هي السيستم بريزنتيشن. السيستم بريزنتيشن دي بتكون عندي بس في السيفير اكني، زي ما قلنا نعرف الرنجات دي في الغالب في الامتحان، يا اما هيجيبها لي كرقم او هيقول لي مباشره العيان في انه مرحله من مراحل الاكني. طيب نيجي للتريتمنت. زي ما قلنا هيبقى في الجوريزم معين، بس طيب نعرف معلومه، هل النون فارماكولوجيكال انترفنشنز زي الفيس ووشنج وان انا اتجنب التعرض للشمس والكلام ده كله، هل بيجيب نتيجه؟ لا، زي ما مكتوب هنا نوت هاز بروفد دراستيكالي افكتيف، يعني ما بيجيبش نتيجه شديده مع العيان او ملموسه مع العيان. فطبعا بحتاج دايما غالبا في اغلب الحالات الفارماكولوجيكال ثيرابي بتبقى الحاجات دي جاست سبورتيف تريتمنت. تمام. وزي ما قلنا قبل كده ان السيفيرتي كلاسيفيكيشن والجايد ثيرابي تشويسز، يعني ايه؟ يعني على حسب الستيج اللي جاي لي بيها العيان هي اللي هتقرر لي هتعامل ازاي مع الحاله دي او هعالجها ازاي. تمام. نشوف هنا زي ما قلنا قبل ما ندخل في التريتمنت الجوريزم، احنا قلنا اربع مراحل مختلفه للديفلوبمنت بتوع الاكني واتفقنا عليهم، واتفقنا هنعرف كل مجموعه من الايجنتس ازاي بتاثر على كل مرحله من دول عشان نعرف العيان لما يجي لي بمرحله معينه ايه السبب ان انا بستخدم الايجنت دون فيها. طيب نيجي للريتينويدز والريتينويد انالوجز زي الادابالين كده. تمام. ايه طبعا دول كورنر ستون في تريتمنت بمعظم الاكني فورم سواء التوبيكال او الاورال ايجنتس. ايه وظيفتهم؟ اول حاجه هيعملوا لي نورماليز للهايبر كيراتينيزيشن، هيقلل لي الانتاج او هيرجعه للمستوى الطبيعي اللي هو انتاج الكيراتين. تاني حاجه ريديوس السيبم اكسكريشن ريت او السرعه او الريت اللي بيها بيتم انتاج الدهن او الافراز بتاع الغدد الدهنيه. تمام. يبقى هيمنعني اول مرحلتين اللي قلنا عليهم نتيجه ايه؟ نتيجه تجمع الكيراتين ونتيجه زياده افراز الغدد الدهنيه. ثالث حاجه من الافكتس بتاعتهم ان ليهم انتي انفلاماتوري افكت، فبكده هيمنع لي مرحله البابيولر او الباستيولر انفلاميشن بتاعت الاكني، وليه اندايركتلي افكت على البي اكني لود. يعني ايه؟ يعني بيقلل لي الكميه البكتيريا اللي ممكن تكون سبب في الاكني. طيب دلوقتي التريتينويدز والايزوتريتينويدز ماهيش انتي بكتيريال ايجنت، طب ازاي هتقلل لي اللود دون؟ تمام. اللود مش بس نتيجه تكاثر البكتيريا، لو ما لقتش مكان مناسب ووسط فيفور اتس جروث، يعني وسط مناسب لنموها، مش هتنمو. طيب ايه دور الايزوتريتينوين في القصه دي؟ احنا زي ما قلنا زي ما انتم شايفين هنا، ايه نتيجه ان بيحصل لي بيكبر المكان اللي تحت السكن وبيبقى وسط مناسب لنمو البكتيريا؟ ان بيزيد السكريشن بتاع السبيشيس جلاند وبيحصل انفلاميشن. طيب احنا قلنا ان الايزوتريتينوين هتقلل لي الافراز بتاع السيبم جلاند وهتقلل لي الديامتر بتاع الهير فوليكل هنا او الهير كانال، وبالتالي مش هيبقى فيه وسط كافي او مساحه كافيه لنمو البكتيريا، يبقى بالتالي هيقل العدد اللي قادر ينمو في المنطقه دي وبالتالي هيمنع الانفلاميشن. يبقى التريتينويدز ده معلومه ليكم انتوا، مش ليها دايركت انتي او ليها دايركت انتي بكتيريال افكت، ولكن بتقلل المساحه الموجوده لنمو المتاحه لنمو البكتيريا. تمام. نيجي تاني واحد اللي هو الازيليك اسيد، ايه الميكانيزم بتاعته؟ انهبت الاكتيفيشن بتاع التستوستيرون الاكتيف فورم اللي هو داي هيدرو تستوستيرون، هو بيمنع عمليه الاكتيفيشن دي وله انتي كيراتايزنج افكت، يعني بيقلل لي من انتاج الكيراتين، يبقى بالتالي برضه هيمنعني الايرلي كوميدون والليت كوميدون اللي هم السبب الاساسي فيهم زياده افراز الغدد الدهنيه وتجمع الكيراتين. ايه علاقه التستوستيرون بالموضوع؟ زي ما قلنا ان افراز الهرمونات او عليها اندروجين هرمونز بيكون سبب في زياده افراز الغدد الدهنيه. طيب هل له افكت على المرحله الثالثه؟ ايوه. ليه؟ لان هو له بكتيريوستاتيك اكتيفيتي اجينست الايروبيك اند انيروبيك بكتيريا، يعني له تاثير مثبط للبكتيريا الايروبيك والانيروبيك، ومنهم اللي هو البروبيونوبكتيريوم اكني المين كوز اوف بكتيريال انفكشن ان اكني.
طيب نيجي لثالث الرابع ثالث واحد البنزويل بيروكسيد. ايه تاثير البنزويل بيروكسيد؟ زي ما احنا قلنا نحطها في دماغنا، اي حاجه هتاثر على اول مرحلتين يبقى اول حاجه هتقلل لي افراز الغدد الدهنيه، ثاني حاجه هتبقى كوميدوليتك او هتمنع لي عمليه تكوين الكوميدون من خلال التحكم في عمليه الكيراتينايزيشن. طيب هتاثر لي على المرحله دي، يعني يبقى بتعمل ايه؟ انهبت البروبينوباكتيريوم اكني. يبقى اول ثلاثة ايجنتس دول بيشتغلوا تقريبا على اول ثلاثة ستيبس، يبقى غالبا هنلاقيهم في كل التريتمنت كورسز بتاعة الاكني او ديفرنت سيفيريتي بتاع الاكني بروسيس. طيب نيجي هنا لايجنت الرابع اللي هو الساليسيليك اسيد. ايه المين اكتيفيتي بتاعته او المين اكشن؟ ان هو كيراتوليتيك ايجنت، يبقى بيعمل لي ايه؟ بيمنع لي تكون الكيراتين، يبقى هيأثر لي على انه مراحل اللي هي الاولى والثانيه اللي السبب فيهم الكيراتين، الثالثه دي مين اللي بتكون انفلاميشن وبتكون نتيجه البكتيريا. يبقى كده انا اقدر اقول ان الساليسيليك اسيد بالعكس لو البيشنت في المرحله دي ممكن يعمل لي فليرنج او يزود لي الاكني. ليه؟ لانه هيزود لي الانفلاميشن، حاجه من السايد افكت بتاعه الساليسيليك اسيد المشهوره. طيب نيجي للايجنت الخامس اللي هو الانتي بايوتكس، ودي مين اللي هتاثر لي على ايه؟ منطقي، ملهاش تاثير على السيفيشيس جلاند، ملهاش تاثير على عمليه انتاج الكيراتين او الكيراتينايزيشن، لكن تاثيرها الاساسي على نمو البكتيريا او ليها انتي بكتيريال افكت سواء اورال سواء توبيكال، وبالتالي هتاثر لي هي مين لي على المرحله الثالثه. عشان كده زي ما نشوف في الالجوريزم بتاع الاكني نفتكر كويس ان احنا امتى هنبدا نستخدم الاكني، اول ما تبدا توصل لمرحله البابيول او الباستيول. تمام. اخر مجموعه من الايجنتس عندنا هنشوف الاورال كونتراسيبتيفز. زي ما قلنا ان انتاج الهرمونات بشكل زياده في مرحله الادوليسنس مينلي بيكون سبب في زياده افراز الغدد الدهنيه وبالتالي زياده في الديفلوبمنت بتاع الاكني. يبقى انا لو استخدمت الاورال كونتراسيبتيفز اللي هي ليها انتي اندروجينيك افكت فبالتالي هقدر امنع عمليه الاكني دي من بدايتها. تمام. طيب نيجي هنا زي ما قلنا احنا حددنا دلوقتي السيفيريتي بتاع الاكشن بتاع الاكني زي ما احنا شايفين في الرول اللي فوق ده، مايلد ومودريت وسيفير اكني. تمام. هيبقى عندنا فيرست تشويس، ايه الاختيار الاول؟ طيب ما نفعش هيبقى عندي الالترناتيف ثيرابي. ثالث حاجه اللي هو الالترناتيف فور فيميل، لو البيشنت اللي عندي فيميل يبقى مش هيبقى ده عندي الفيرست تشويس، هيبقى ده اساسا الفيرست تشويس او هيبقى بديل في حاله ان الفيرست تشويس ايه ما نفعش. المينتنانس اللي هو بعد ما بيحصل ريزولف للحاله اللي البيشنت بيمشي عليه بعد كده عشان يمنع ظهور الاكني مره ثانيه. تمام. طيب المايلد هتبقى كوميدونال، زي ما قلنا معناها ايه كوميدونال؟ اللي لسه عندنا مجرد accumulation of sebum and كيراتين. يبقى ايه الحاجات اللي هستخدمها في المرحله الكوميدونال؟ الحاجات اللي بتمنع الاثنين اللي هم ايه؟ تريتينوين توبيكال ريتينويد عفوا. ليه؟ لان زي ما قلنا بتاثر على السيبم برودكشن او الالترناتيف بتاعهم اللي هو الازيليك اسيد او الساليسيليك اسيد اللي بيمنعوا لي الكيراتينايزيشن وبيمنعوا لي السيبيشيس جلاند سيكريشن. تمام. طيب لو وصلت للبابيولر او باستيولر ايه الايجنت اللي قلنا انه بيستخدم من اللي في الحاله دي او بتمثل لنا ايه؟ بتمثل لي ظهور بكتيريا. يبقى هيبدا عندنا اول ظهور للانتي بايوتكس في المرحله دي او في الجدول ده اللي هو التوبيكال ريتينويد، وهبدا اضيف عليها التوبيكال انتي بايوتيك. تمام. او هنا عندنا الازيليك اسيد. ليه الازيليك اسيد؟ الازيليك اسيد بيشتغل للاثنين، هو له انتي بكتيريال افكت وله كوميدوليتيك افكت زي ما قلنا، وثالث حاجه انه له انتي كيراتينايزنج افكت، فهيشتغل نفس التاثير بتاع الكومباينيشن اللي عندنا ديا. الالترناتيف بتاعهم بالنسبه للفيميل سي فيرست تشويس اللي هو نفسه اول تشويس دون، المينتنس ثيرابي في حاله المايلد اكني اللي هو التوبيكال ريتينويدز. الكلو بتاع الاختصارات دي موجود تحت عندنا تحت الجدول زي ما احنا شايفين. طيب نيجي بقى للمودريت والسيفير اكني. هيبقى عندنا بابيلر او باستيلر انفلاميشن، معناها زي ما قلنا في بكتيريال انفكشن، وهتمشي معانا بقى في الثلاث مراحل الباقيين بتوع الاكني. تمام. يبقى هيبقى عندنا في الغالب في التريتمنت كورسز بتوع المراحل دي غالبا هيبقى فيه زي ما احنا شايفين اورال انتيبيوتيك او في كل التريتمنت كورسز اللي موجوده، هتبقى شبيهه تقريبا بالكورسز اللي في الاول، بس هنبدا نضيف عليهم زي ما احنا شايفين
بنزويل بيروكسيد او توبيكال ايجنت او توبيكال انتي بكتيريال ايجنت. ناخد بالنا من الجدول ده، ودايما في التريتمنت بتاع الاكني اي استخدام للانتي بايوتيك ما بستخدموش لوحده، لازم استخدم معاه توبيكال انتي بكتيريال، لازم استخدم معاه تريتينوين، لازم استخدم معاه اي ايجنت تاني له ميكانيزم مختلفه على الديفلوبمنت بتاع الاكني. ليه؟ عشان الديفلوبمنت بتاع الريزيستنس، ونقطه هنقولها في كل الايجنتس اللي هتجي لنا بعد كده. تمام. المينتنس ثيرابي بيكون عندنا التوبيكال ريتينويدز بلس اور ماينس بنزويل بير اوكسيد. تمام. هنشوف برضو ان دايما عندنا الترنت فور فيميل زي ما هنشوف بعد كده في الشرح، او في استخدام الاورال كونتراسيبت بنستخدم اورال انتي اندروجين. للاورال انتي اندروجين زي ما قلنا زياده الهرمونات الذكريه او الانثويه في مرحله الادوليسنس من اللي بتكون سبب في الديفلوبمنت بتاع الاكني. فلو المريض اللي عندنا فيميل هيكون واحد من التشويسز اللي بستخدمها الاورال كونتراسيبت، خصوصا لو البيشنت دي عايزه تستخدم كونتراسيبتيف كورس، فممكن استفيد من البنفيت بتاع واحد من الايجنت الكونتراسيبتيف الانتي اندروجينيك في علاج الاكني زي ما هنشوف بعد كده. تمام. طيب ايه اللي يهمني بقى نركز عليه الخطوه الجايه عشان نعرف ايه الابروبريت تشويس؟ في كل سؤال هيكون عندي تريكه. تمام. زي ما احنا شايفين هنا مفيش غالبا بريفرنس في الاستخدام او افضليه في الاستخدام في حالات كتيره. يعني هنا هنلاقي مثلا توبيكال ريتينويد او ازيليك اسيد او ساليسيليك اسيد. طيب ايه اللي يحكم لي ان انا اختار انه واحد فيهم؟ ممكن الثلاثه يقول لي في اجابه السؤال ممكن. يبقى ايه اللي يلزمني عشان اعرف افرق؟ يلزم اعرف التركية اللي تخص ده كل دواء من الادويه دي عشان اعرف اختار بينهم ايه الدواء مناسب. تمام. التركية دي او الملف بتاع كل واحد فيهم هنقول عليه ايه؟ ستيبس او خطوات، اختصار لايه؟ سيفتي تولرابيلتي افيكاسي بريفرنس اند سمبلسيتي. تمام. السيفتي اللي هي ايه؟ اللي هي السيفتي هازارد للشخص اللي بيتعالج، مينلي هتبقى التراتوجينيك افكت او بالنسبه لواحده حامل، او التوكسيك افكت بتاعت الدواء ده. تمام. التوليرابيلتي هتبقى حاجه اقل شويه من التوكسيك افكت اللي هي السايد افكت بتاع الدواء ده، وهل الجلد او الانسان بيقدر يتحمله ولا لا. الافكاسي ايه مدى فعاليته في علاج الاكني. البريفرنس ايه الافضليه او ايه الحالات اللي بيفضل فيها ان انا استخدم الايجنت ده وبيكون بالنسبه لي فيرست تشويس. واخر حاجه سمبلسيتي، يهمني في ايه؟ ان دايما دايما كل ما كان الكورس سيمبل وسهل الاستخدام كل ما زود لي الادهرنس وبتاع البيشنت، وبالتالي زود لي او حسن لي النتائج. طيب التريتمنت بتاع الاكني نيجي برضو تاني الجوريزم نحطه في دماغنا. المايلد تو مودريت اكني ليها بنستخدم فيها مينلي توبيكال ايجنتس. المودريت تو سيفير اكني هنبدا نتحول للاورال ايجنتس او هيبقوا المين تريتمنت كورس بتاعها اورال ايجنتس. ايه المايلد تو مودريت اكني اللي هنستخدمه فيها؟ التوبيكال ريتينويدز زي ما قلنا قبل كده كورنر ستون اوف تريتمنت، الانتي مايكروبيال ايجنتس اللي هي التوبيكال، بنزويل بيروكسيد توبيكال، ازيليك اسيد توبيكال، الدبسون توبيكال جيل، ساليسيليك اسيد توبيكال. الاونلي اورال ايجنت اللي هو الاورال كونتراسيبتيف في حاله ان كان الكوز زي ما قلنا زياده هرمونات، ودي غالبا هتبقى مذكوره في السؤال صراحه اذا جت. وهنشوف بعض الايجنت الثانيه اللي ممكن نستخدمها. مودريت تو سيفير اكني، التو كورنر ستونز في المودريت تو سيفير اكني اللي هي الانتي بايوتكس والايزوتريتينوين، وبيكونوا في الاورال فورم. تمام. ندخل على المايلد تو مودريت اكني، نشوف ايه الايجنتس اللي بنستخدمها. اول حاجه قلنا ايه تاني ناكد عليها؟ تريتينويد اللي هم التوبيكال، ودي كورنر ستون ان تريتمنت اوف اكني. ايه التركات اللي اخد بالي منها في التريتينويدز؟ اول حاجه بالنسبه للسيفتي افويدنج بريجننسي، وهنشوف في اخر المحاضره ان شاء الله او في اخر جزء الاكني بروجرام بنتبعه عشان نضمن السيف يوز اوف اي زي تريتينوين في الفيميلز. تمام. ايه التولرابيلتي او السايد افكت اللي بتوقعها عموما؟ ودي عامه في كل التوبيكال ايجنتس بتستخدم في علاج الاكل اللي هي اريتيشن، ممكن نلاقي دراينس، ممكن نلاقي اريديما، وات ايفر ايه الايجنت اللي احنا بنستخدمه غالبا بتكون هي دي المين سايد افكت. تمام. ايه الافكاسي بتاعته؟ هو اوريدي في المايلد تو مودريت اكني زي لو رجعنا للجدول بتاع التريتمنت او التريتمنت الالجوريثم اللي فات،
زي ما احنا شايفين هنا، هنلاقي التوبيكال ريتينويدز مين كومبوننت او في الفيرست تشويس بتاع التريتمنت بتاع اي مرحله، ما عدا النودولار او السيفير اكني بيبقى التشويس بتاعنا اورال ايزوتريتينويد. تمام. برضو حاجه بتحسن لي الافكاسي، دايما احط في دماغي فوق المايلد اكني دايما الكومباينيشن بتديني نتيجه افضل، بتكون من الكومباينيشن مع ايه زي ما شفنا في التريتمنت الجوريثم او تريتمنت تيبل اللي هي التوبيكال انتي بايوتكس والبنزويل بيروكسايد. زي ما قلنا البريفرنس او ايه امتى بيكون بالنسبه لي فيرست تشويس زي ما شفنا في الجدول، برضو هو فيرست لاين في كل التايبز اللي عندنا ما عدا السيفير اكني بنستخدم فيها اللي هو الاورال ايزو تريتينوين. ايه اللي بحتاج اعمل للبيشنت كونسلنج بيه؟ ان افويد التمبريتشر اكستريمز اللي هو البرد الشديد او الحر الشديد عشان ما يزودليش الانفلاميشن والاريتيشن بتاع السكين، ولما يكون خارج يستخدم سان بلوكينج فاكتور. اخر حاجه بالنسبه للبريفرنس او الحاجات اللي اخد بالي منها في استخدام الايزوتريتينوين انه ان ستيبل ان الترا فايلوت لايت ومع البنزويل بيروكسيد ما عدا اللي هو الايه الادابالين. يبقى لو التريتمنت كورس بتاعي فيه بنزويل بيروكسيد بفضل استخدم الادابالين اللي هو بنقول عليه ريتينويد انالوج او شبيه بالريتينويد. السمبلستي بيستخدم مره في اليوم ان ذا ايفنينج زي ما قلنا عشان يفضل ان انا ما اتعرضش للشمس وانا حاطط التريتينويد. تمام. نيجي لتاني حاجه في التريتمنت ميكان او تريتمنت ايجنت بتاعت الاكني اللي هو التوبيكال انتي مايكروبيال ايجنتس. خلي في دماغنا دايما ان التوبيكال انتي مايكروبيال توبيكال ريتينويد او الانتي مايكروبيال والريتينويدز هم كورنر ستونز في التو تايبز بتوع الاكن، المايلد تو مودريت بنستخدم توبيكال، المودريت تو سيفير بنستخدم اورال ايجنتس. ايه اشهر الحاجات اللي بتستخدم؟ اللي هو الكليندامايسين التوبيكال، وفي منه اللي هو الدلسن لوشن اللي في السوق. ايه السيفتي ايشوز بتاعته او الاثار السميه بتاعته على الجسم اللي ممكن يعملها؟ السودو ممبرينس كولايتس، وثاني حاجه الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. اول حاجه اللي هو السودو ممبرينس كولايتس دي نسبتها مش كبيره، اللي بيكون من كونسيرن عندي الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. التوليرابيلتي او السايد افكتس اللي ممكن اتعرض لها مجمعه في الكلمه دي اللي هي سايد، سكيلينج ايتشنج دراي سكين وريديما زي ما قلنا دي كومون في كل التوبيكال ايجنتس. اجين اتس بيست افكاسي وذ توبيكال ريتينويدز اور بنزويل بيروكسيد، بفضل دايما استخدام الريتينويد مع توبيكال انتي مايكروبيال او بنزويل بيروكسيد فور بيست افكاسي لاي واحد فيهم. البريفرنس في الاستخدام او اصول الاستخدام قواعد الاستخدام اللي هي ان انا ما استخدموش دايما مونوثيرابي ايدر توبيكال او حتى زي ما هنشوف في الاورال ايجنت. ليه؟ عشان بيعمل لي ريزيستنس الديفلوبمنت اوف ريزيستنس بالنسبه للبروبينو باكتيريوم اكني البكتيريا المسؤوله عن الديفلوبمنت بتاع الاكني. السمبلستي دايما في منه فورمات مع البنزويل بيروكسيد وبستخدمه مره او مرتين في اليوم بعد ما بستخدم منظف للجلد. طيب البنزويل بيروكسيد التوبيكال ايجنت تقريبا نفس الافكت بتاع الانتي مايكروبيال ايجنت زي ما قلنا، بيشتغل على الثلاث مراحل كوميدون ليد كوميدون اند البابيولار ويل نودولار اكني. بنقول عن انه له كومبيرابل افيكاسي تو تيتراسايكلين مينوسايكلين، يعني بالنسبه للاورال ايفن انتي بكتيريال ايجنتس اللي هم الاثنين دول هو له نفس الافيكاسي تقريبا. اللي يهمني في البنزول بيروكسيد قوي ان لما يقول ان البيشنت حصل له سكين اريتيشن اللي بعمله يا اما بقلل الاستخدام بدل ما هو مثلا ثلاث مرات او مرتين في اليوم بخليه مره في اليوم او بوقفه شويه لحد ما الاريتيشن تروح. الحاجه الثانيه ان الهاير كونسنتريشن مالوش افيكاسي ملحوظ عن اللور كونسنتريشن. يعني ايه؟ البيشنت لو بيستخدم مثلا 10% لوشن وقال لي ان حصل لي سكين اريتيشن او البيشنت نوت توليريتنج سايد افكت التوبيكال سايد افكت، يبقى في الحاله دي ممكن اعمل ايه؟ انزله ل 2.5 او 5% من غير ما اخاف انه التاثير يقل. الاثنين ليهم نفس التاثير بتاع ال 10%. نفس الكلام انه هنا كو فورميوليتد وذ اذر توبيكال ايج اكني تريتمنت اوبشنز، يعني في منه فورميوليشنز مع زي ما قلنا احنا من شويه مع التوبيكال انتي مايكروبيال ايجنتس، يبقى بالتالي هيقلل لي شويه او هيحسن لي في الادهرنس بتاع الايجنت. نيجي للازيليك اسيد. زي ما قلنا قبل كده ايه الميكانيزم بتاعت الازيليك اسيد؟ ان هو كيتاتوليتيك كوميدوليتيك، فبالتالي هيشتغل على اول مرحلتين، وتالت حاجه انه بكتيريوستاتيك او بكتيري لو بكتيري سايدال افكت على البي اكني، فهيشتغل على الثلاث مراحل.
ايه اللي يهمني فيه تقريبا السيفتي التولربيلتي الافيكاسي تقريبا مشابهه للتوبيكال ايجنتس للتوبيكال انتيبيوتكس والبنزويل بيروكسيد. البريفرنس او ايه الحاجات اللي اخلي بالي منها في الاستخدام، ان برضو لو حصل لي اريتيشن نتيجه الاستخدام بقلل من الفريكوانسي او بوقفه شويه لحد ما يرجع او تقل الاريتيشن او السايد افكت اللي عندي. ايه السايد افكت تاني اللي باخد بالي منه بالنسبه للازيليك اسيد؟ انه بيعمل سكين لايتنينج او وايتنينج، بيعمل لي تفتيح للون البشره شويه. زي ما بنشوف هنا السمبلسيتي انه له ليميتد افيكاسي اند ابليكابيلتي فور تريتنج اكني، يعني الافيكاسي بتاعته مش قد كده بعكس البنزويل بيروكسيد والانتي مايكروبيال ايجنتس الافيكاسي بتاعتهم بتبقى اعلى شويه، وهنلاقي وعشان كده هنلاقي لهم بريفرنس شويه في الاستخدام في تريتمنت تشويسز عن الازيليك اسيد. طيب الحاجه الخاصه بالازيليك اسيد، زي ما قلنا ان في نوع من انواع الاكني اسمه اكني روزيسي، وده بيبقى بسبب مشكله في السيركيوليشن الاندر السبكيوتينيوس سيركيوليشن، فبستخدم له الازيليك اسيد 15% جل، ده بيبقى سبيسيفيك للاكني روزيسي. نيجي بعد كده للاورال كونتراسبتيفز، زي ما قلنا دي الحاجه الوحيده تقريبا الاورال اللي بتستخدم في المايلد تو مودريت اكني. ايه الاستخدام بتاعها؟ زي ما قلنا لما يكون البيشنت السبب عنده في الاكني زياده الاندروجينز، بيكون مينلي طبعا هتكون في ميل بيشنت عندها مشكله في افراز الاندروجينز او سبب في الاكني يعني، فبستخدم الاورال كونتراسبتيفز عشان تحل لي المشكله دي او تقلل لي من الهرمونال افكت. ايه الحاجات اللي لازم اخد بالي منها؟ الاورال كونتراسبتيف ده لازم يكون استروجين كونتيننج. طيب نتيجه انه استروجين كونتيننج زي ما خدنا في شابتر المينان وومن هياثر لي على ايه؟ هيزودني فينس ثرومبو امبوليزم، هيعمل لي زياده في البريست كانسر ريسك، هيزود لي السريبرو فاسكولار ديزيز ريسك او اللي هي الستروك والحاجات دي. فانا اخد بالي كويس جدا من كل محاذير استخدام الاورال كونتراسبتيفز وانا بختاره في اجابه السؤال. لو جالي سؤال لو جالي في سؤال في اختيارات اورال كونتراسبتيفز استروجين كونتيننج، اركز كويس ان انا ارجع تاني ابص على السؤال اذا كان في اي محاذير لاستخدام الكونتراسبتيف دون. طبعا معظم الكونتراسبتيفز اللي بنستخدمهم بيبقوا ديوال ايجنت استروجين بلس بروجستيرون، وده بيديني بريفرنس لبعض الاورال كونتراسبتيفز عن التانيين اللي هم على حسب ايه؟ على حسب الافيكاسي بتاعت البروجستيرون بارت. لو بصينا هنا على الصفر الثالث في البريفرنس او افضليه الاستخدام هنلاقي ان السكند والثيرد جنريشن بروجستيرين هاف ذا ليست اندروجينيك افكتس اكتيفيتي. يعني ايه؟ يعني البروجستينز بطبيعتها ليها اندروجينيك افكت او افكت بيزود شويه الاكني. طيب ايه اقل حاجه في البروجستينز بتعمل القصه دي؟ اللي هو السكند والثيرد جنريشن بروجستينز، وايه احسنهم بقى؟ الفورث جنريشن اللي هو دروسبيرينون اللي هو موجود في ايه؟ في دواء اللي هو الياسمين. ليه؟ لانه له انتي اندروجينيك افكت او انتي اندروجينيك اكتيفيتي، يعني بعكس البروجستينز مش بيزود الاندروجينيك اكتيفيتي، لا بالعكس ده له انتي اندروجينيك اكتيفيتي. يبقى هو دايما بيبقى عندي بريفرنس في المشهور جدا في السوق انه بيستخدم في البيشنت اللي عايزه تعمل كونتراسبشن وفي نفس الوقت بتشتكي من الاكني. اخر حاجه حاجه من الحاجات في البريفرنس او افضليه الاستخدام ان انا برضو الكونسلنج بتاع البيشنت، ان انا انصح البيشنت ان هو يوقف السموكينج لو كانت بتدخن. زي ما قلنا قبل كده ان في السؤال عندي اخد بالي، يعني ايه اولويز كونسيدر ليميتيشن فور يوز؟ يعني ايه؟ لو جالي سؤال فيه كونتراسبتيف اخد بالي هل البيشنت ده عندها اي موانع للاستخدام زي السموكينج، بريست كانسر هيستوري، او الفينس ثرومبو امبوليزم هيستوري، اخد بالي من الحاجات دي كلها موانع استخدام الاستروجين، او الكومبيلنج انديكيشنز. يعني ايه؟ يعني العوامل اللي تخليني افضل استخدام الاستروجين كونتيننج او الاورال كونتراسبتيف، اللي هي ايه؟ البيشنت لو عايزه تستخدم مانع حمل او عندها ديسمينوريا او بوليسيستيك اوفري ديزيز، الحاجات دي كلها بريفرنس عندي او كومبيلنج انديكيشن او حاجات بتخليني افضل استخدام الاورال كونتراسبتيف في التريتمنت بتاع الاكني. طبعا معروف ان هي وانس ديلي دوزنج وبالتالي سيمبل في اليوز بتاعها. الدابسون جيل مينلي
الميكانيزم اوف اكشن بتاعته مش معروفه، بس considered to be anti inflammatory and to have anti bacterial effect. دول المتوقع ان هم يكونوا سبب في الافكاسي بتاعه الدابسون جيل في الاكني. الحاجات اللي اخد بالي منها نفس الاورال دابسون ان هو ممكن يعمل مايلد هيموليسيس ويز جي 6 بي دي ديفيشنسي، او البيشنت اللي عندهم انيميا الفول. تمام، زي ما هنشوف هنا الافكاسي بتبقى احسن او بتتحسن الحاله عندي في خلال 6 ل 12 اسبوع. اخد بالي ان برضو البريفرنس او الحاجات اللي اخد بالي منها في الاستخدام انه بيعمل ديسكلوريشن اوف سكين اند فيشال هير، يعني زي ما بيقولوا عليه بلغه بالبلد يعني بيشقر زي ما بيقولوا، لو استخدم بالاخص مع البنزول بروكسيد اللي قلنا من احد الافكت سايد افكت بتاعته انه بيعمل ديسكلاريشن للسكين. ايه السمبلسيتي او الايشوز اللي تخص الاستخدام او الادهيرنس بتاع العيان، انه البيشنت مي نوتس جريتي ابييرنس اوف بارتيكلز افتر ابلكيشن. انا ابن العيان ان ممكن الاقي زي منظر محبب على سطح الجلد بعد ما بعمل ابلكيشن للدابسون توبيكال جيل. الساليسيليك اسيد زي ما قلنا مينلي بيعمل كيراتوليتيك اكتيفيتي، وبالتالي بيأثر لي مينلي على الكوميدون الايرلي والليت كوميدون ستيجز اوف اكني. اخد بالي ايه من الساليسيليك اسيد؟ من الساليسيليت توكسيستي. يعني ايه؟ يعني افرض انه جه قال لي البيمبلز دي او الليجنز الديستريبيوشن بتاعها في مناطق خفيفه على في الوش مثلا، ساعتها ممكن اقول ان انا استخدم الساليسيليك اسيد او في الجسم برضه في مناطق محدوده. لكن لو فرضنا انه قال لي في كل الباك بتاع العيان في ايديه في وشه في مناطق كتيره جدا، طبعا الابلكيشن بتاع الساليسيليك اسيد دون في مناطق كبيره من الجسم ممكن يزود الابزوربشن بتاعه وبالتالي يزود السيستميك توكسيسيتي بتاع الساليسيليك اسيد. يبقى زي ما قلنا اللي فهمه من الكلام اللي فات كله، كل دواء فيه تركاية، اخد بالي من التركاية دي عشان لو قالها في الامتحان هتوجهني ان انا استخدم او ما استخدمش الدواء دون. ايه ممكن الحاجات اللي تحدني من استخدام الساليسيليك اسيد؟ ان انا بحتاج several times per day application، محتاج استخدمه اكتر من مرة في اليوم، وبالتالي ممكن يقلل لي في الادهرانس بتاع العيان. تمام، ايه الايجنتس الثاني اللي ممكن استخدمها؟ اللي هو السبيرونولاكتون، وده بيبقى انتي اندروجين، جرعته من 50 ل 200 ملي جرام بير داي. تاني حاجه اللي الفا هيدروكسي فروت اسيد، او بيقول عليها احماض الفواكه، مشهوره جدا في معظم منتجات التقشير والمنتجات الجماليه الخاصه بالسكين او بالديفلوبمنت اوف اكني. تمام، طيب نيجي بقى للمودريت تو سيفير اكني. زي ما قلنا المايلد تو مودريت مينلي هيكون عندنا ايه؟ هيكون عندنا توبيكال ايجنت، الحاجه الوحيده اللي بستخدمها اورال اللي هي ايه؟ الاورال كونتراسيبتيفز. طيب بالنسبه للمودريت تو سيفير اكني هيبقوا التو مين كورنر ستون ايجنتس اللي بنستخدمهم في المايلد تو مودريت، ولكن بيبقوا اورال اللي هم ايه؟ الاورال ايزوتريتينوين والاورال انتي بايوتكس. طيب الجنرال كونسبت اللي بحطها في دماغي ان انا دايما زي ما شفنا في التريتمنت الجوريثم، ان التريتمنت بتاع المودريت تو سيفير اكني غالبا بيبقى كومباينيشن اكتر من ايجنت بستخدمهم. دي حاجه. الحاجه الثانيه نفس النوت اللي قلناها المهمه جدا، اي تريتمنت كورس شفته في السؤال اورال انتي بايوتيك يبقى لازم احط معاه اما ايزوتريتينوين او توبيكال بنزويل بيروكسيد. دايما اخليها في دماغي ومكان موضع سؤال، وغالبا يعني ده السؤال يمكن اللي جالي حتى افتكر في الامتحان دايما توبيكال ايجنت توبيكال انتي مايكروبيال او الاورال انتي مايكروبيال نوت تو بي يوزد الون، ما استخدموش لوحده. طيب هنيجي اول حاجه الاورال انتي بايوتكس. المعلومات اللي تهمني في السيفتي او التوكسيستي بتاعتهم، التتراسايكلين بيعملوا لي ايه؟ توث ديسكلوريشن اند انيمال هايبوبليجيا في التشيلدرن اللي اقل من 8 سنين. اقل من 8 سنين هيغير لي في الوان الاسنان، وهيعمل لي هيقلل لي في النمو بتاع الانيمال. تاني حاجه بالنسبه للتراي ميثوبرين سلفا ميثوكسازول او السلفا ميديكيشن بتعمل لي ايه؟ الافكت بتاعها الفيتال اند انفانت توكسيستي لو هي واحده حامل، وبرده ما ننساش ان هو برده ما ينفعش يستخدم البيشنت عندهم جي 6 بي دي ديفيشنسي. تالت حاجه الفوتو سنسيتيفيتي، ان ممكن بعض الايجنتس دي غالبا التتراسايكلين ممكن يكون ليها تسبب لي فوتو سنسيتيفيتي.
طيب إيه النقطة اللي نركز عليها؟ إنه ممكن يعمل لي بكتيريال ريزيستنس، فدايما ما بستخدموش لوحده، بستخدم معاه توبيكال بنزويل بيروكسيد أو توبيكال ايزوتريتينوين أو إيفن أورال. البريفرنس ده الترتيب الاستخدام بتاعهم، المينوسايكلين أكتر من الدوكسيسايكلين أكتر من التتراسايكلين، أقلهم خالص الإريثرومايسين. إمتى أستخدم إريثرومايسين أو أفضله عن الحاجات دي؟ لو في كونترا إنديكيشن للتتراسايكلين اللي هو إيه، بيشنت بريجنانت أو العمر أقل من 8 سنين للسايد افكتس اللي قلنا عليهم فوق. الكليندامايسين او عموما المجموعه دي من الايجنتس اللي بتشتغل على الاورال انتيبيوتكس، اللي بتشتغل على الاكني، بتعمل لي ديستربنس في النورال فلورا بتاعه الفاجينا، فعشان كده ممكن ننصح باستخدام البروبيوتكس او اللي هي الخمائر الطبيعيه او اليوجرت اللي هو الزبادي اللي هو نوع من انواع الخمائر برضو عشان يمنع القصه دي. بس الايفيدنس انكونكلوسيف او ما فيش ايفيدنس ثابت على القصه دي. طيب ايه الجروب الثانيه اللي قلنا عليها اللي هي الايزوتريتينوين او الاورال ايزوتريتينويد؟ نفس المحاذير اللي قلناها في التوبيكال، ان هو مينلي البريجنانسي ممكن بتعمل لي ارترالجيا وميالجيا اللي هو التهاب في الغضاريف، بتعمل لي اكسسيف دراينس اوف سكين. تهمني في ايه؟ ان انا دايما اقول للعيان يستخدم مويسترايزنج كريمز سواء للوجه او الجسم او حتى الشفايف. ايه الافكاسي بتاعتها؟ زي ما قلنا الاورال ايزوتريتينويد هي بتبقى دراج اوف تشويس او الفيرست تشويس عندي في السيفير لكالسيترانت نودولار اكني، يعني في الاكني في اشد مرحله او اللي بنقول عليها السيفير اكني. هي ليها افكاسي شديده ان هي بتقلل الانفلاماتوري ليجن اند اكني سيتس. ليه؟ لان زي ما قلنا بتشتغل على الثلاث مراحل بتوع الاكني ديفلوبمنت، وبخليها بس للسيفير اكني زي ما احنا شايفين هنا. طيب ايه البريفرنس او ايه الحاجات اللي اخلي بالي منها او بتكون عامل في افضليه الاستخدام بتاعه الايجنتس دي؟ اول حاجه الاي بليدج بروجرام، زي ما قلنا في سيفتي بروجرام بستخدمه للنساء الحوامل عشان اتاكد من السيف يوز اوف ايزوتريتينوين، بتاكد ان الست او المراه مش حامل. هنشوف البروجرام ده بيشترط ايه وبيتطبق على مين بالظبط. الحاجه الثانيه اللي اخد بالي منها امتى اوقف التريتمنت، زي ما احنا شايفين هنا ان المفروض التريتمنت لمده 20 اسبوع، لكن لو حصل تحسن بنسبه 70% او اكتر قبل مده ال 20 اسبوع ممكن اوقف التريتمنت. وبرضه نفس التوبيكال ايزوتريتينوين بتعمل لي انفلاميشن في السكن، ففي الحاله دي بنصح ان انا استخدم صن بلوكينج فاكتور. اركز تاني على نقطتين، البريجنانسي ان انا ما استخدموش او اخد بالي انه ما ينفعش في البريجننت وومن انه له بيعمل لي دراينس او توبيكال افكت مع التعرض للشمس او كده، فدايما بحط في دماغي ان انا بستخدم له سان بلوكينج فاكتورز. اخر حاجه خلي بالي منها اللي هو امتى اوقف التريتمنت بالايزوتريتينول او اقلل الجرعه لو حصل لي 70% تحسن او اكتر. طيب الجرعه بتاعه الايزوتريتينوين تهمني برضو اعرفها ايه البراكت، ما كانتش مسار سؤال في الامتحان، بس يفضل ان اعرفها. هي بسيطه، من نص لواحد ملي جرام بير كي جي ديفايدد. يعني ايه؟ يعني لو عيان وزنه 70 كيلو جرام ممكن ياخد لحد 35 ملي جرام توايس او 30 ملي جرام توايس ديلي حسب الفورميوليشنز اللي موجوده في السوق، من اللي هم 20 و40 اعتقد، في جينيركس نازله حتى 10 ملي جرام. ايه المونيتورنج بارامترز برضو اللي بستخدم اللي لازم اتابعها في العيان؟ مينلي الاشهر واحد فيهم اللي هو الليفر فانكشن تيست. زي ما لو بصينا في السلايد اللي فاتت هنلاقي ان هو بيعمل سويسايدال ايديشن وبنكرياتايتس، فعشان كده دايما بعمل مونيتورنج للسايكاتريك والمود تشينجز. بعمل مونيتورنج للكرياتينين فوسفوكاينيز عشان البنكرياتيك افكت، الليبيدز والكرياتين فوسفو كاينيز. السبورتيف ثيرابي، ايه الثيرابي اللي بيدعم او بيحسن لي من نتائج الاكني تريتمنت
اول حاجه ديسكاس الثيرابيوتيك اكسبكتيشن، ان انا اعرف العيان ان انت الموضوع هياخد معاك وقت شويه، فنصبر ونكون حريصين على الادهرنس او الالتزام بتعليمات الاستخدام بتاع كل ايجنت. ان الثاني حاجه ان ديورنج ذا فيرست 4 تو 8 ويكس اوف ثيرابي، يعني في اول 4 أو 8 أسابيع ممكن يحصل لي فليرنج او يزيد السيفيريتي بتاع الاكني، بس هتتحسن مع الوقت. ليه؟ يعني مثلا زي ما قلنا معظم او تقريبا كل التوبيكال ايجنتس باستثناء الانتي بايوتكس قلنا ان كلهم بيعملوا لي اريديما ودراينس اوف سكين، وليهم هم بطبيعتهم ليهم افكت على السكين، افكت انفلاماتوري افكت او هارمفول افكت على السكين، فاتوقع ان هيعملوا لي شويه ديسكومفورت او وورسننج للكيس، والبيشنت لازم مع يتحمل شويه ومع الوقت هتقل اللي هي السايد افكت دي. لازم البيشنت افكره بالنون فارماكولوجيكال ابروتشز اللي هي البيشنت هايجين والسايكولوجيكال كونسلنج، زي ما قلنا بيبقى يعني هو له ويك ايفيدنس اوف بوسيبل بنفيت، يعني ما بيفيدنيش قوي في ان انا اوجه العيان ليه، ولكن في المونيتورنج بالذات الاورال ايزوتريتينوين اخد انا بالي منه من السايكولوجيكال تشينجز او اي تغييرات نفسيه للعيان. طيب نيجي لاخر حاجه، قلنا الاورال ايزوتريتينوين ليها برنامج تو انشور سيف يوز. طيب ده اللي كنا بنقول عليه ايه؟ ده نقدر نقول عليه مثال للريسك ايفالويشن اند ميتيجيشن استراتيجيز، او اللي بنقول عليها الريمز. طبعا طول ما احنا ماشيين في المنهج شفنا امثله كده زي الاريثروسايت ستيميوليتنج ايجنت زي الاريثروبوتين والحاجات دي، النيو ايجنتس اللي بتستخدم في الفاميليار هايبر فاميليال هايبر كوليستيروليميا. اخد بالي من الامثله دي طول ما انا ماشي في المنهج، احطها على جنب كده واخليها في دماغي، ممكن يجي عليها سؤال في الامتحان كالكيولاتوري ايش. طيب الاي بليدج بروجرام ده ايه الغرض منه؟ اي بليدج يعني انا اقر او انا اعترف. طيب ايه الغرض منه؟ زي ما قلنا ان احنا بنعمل داتابيز تاكد لي ان اي عيانه بتاخد الايزوتريتينويد ده ما هيش حامل او ما فيش احتمال للحمل. طيب ايه الكرايتيريا اللي بستخدمها بالنسبه للفيميل دي عشان اقول انها وفت بمتطلبات البروجرام ده قبل ما تستخدم الايزوتريتينوين؟ انها بتعمل تحليلين دم او يورين ويكونوا نيجاتيف للبريجنسي قبل ما تبدا تستخدم. انفولف بارتيز او الناس اللي في العمليه دي، الهول سيلرز بشوف باعوا لمين، الفارماسيز بشوف ايه الفارماسيز اللي اتباع لها او اتعاملت بالدواء ده، البريسكرايبرز الناس اللي بتوصف الدواء لازم برضو بتسجل في البروجرام ده انها استخدمته، واخر حاجه البيشنت بيمضي على كونسنت ان هو خد التعليمات اللازمه وعمل كل التيست المطلوبه قبل ما يبدا الاستخدام بتاع الايزو 39. اير دوكيومنتيشن ريكويرمنتس، ان انا مونثلي باخد كونسنت من العيان ان هو عرف المخاطر او السايد افكت اللي انا متوقعها من الايزو 39. ايه تاني؟ ان العيان لازم يستخدم وسيلتين لمنع الحمل يعني شهر قبل الاستخدام وخلال الاستخدام وشهر بعد الاستخدام، وزي ما قلنا ان الحاجات دي بتبقى مونثلي كونسنت او اعتراف شهري وبيوفق في الاي بليدج بروجرام. زي ما قلنا دي بس نظرة عامة مجرد قراية، أخلي بالي إن الأيزوتريتينوين أو الأورال أيزوتريتينويد ليها سيفتي بروجرام اسمه أي بليدج بروجرام. طيب نيجي دلوقتي الوقت الأسئلة، هنشوف إزاي نفكر مش بس في سؤال الأكني، إزاي أفكر في أي سؤال في الامتحان. في الغالب ما تقلقوش الامتحان إن شاء الله، يعني ما بتبقاش الأسئلة ما بتبقاش بطول الأسئلة اللي موجودة أو الأسئلة اللي موجودة في الكتاب، ولكن نعود نفسنا دايما على 5 نقط أساسيين أخرج بيهم من السؤال أو 4 نقط عشان أقدر أوصل للحل الصح في أقل وقت ممكن. تمام. طيب هنشوف كيس زي ده. بيقول لي هنا في الكيس 17 year old adolescent boy with inflammatory nodular acne on his face. دي الستيج بتاعت الاكني. On his face, shoulders and back that becomes increasingly irritated during football season.
secondary to friction from his helmet strap and shoulder pads. ايه اللي يخصني من الجمله دي؟ احنا قلنا ان الاكني اسبابها كتيره، ممكن تكون هرمونال. طيب هو هنا عمل لي ايه؟ عمل لي اكسكلوجن للقصه دي. قال لي ايه؟ ان هي بتزيد في الفوتبول سيزون نتيجه الحزام اللي بيلفه او اللي بيربط بيه الخوذه بتاعت الراس. تمام. His current acne medications include oral antibiotic, topical retinoid, and benzoyl peroxide. دي الأدوية اللي هو ماشي عليها. He is beginning to develop scarring because of his irritation and would like something new. يعني إيه؟ الحالة بتاعت العيان بتسوء. Which best alternative regimen for the patient to try؟ إيه أحسن حاجة أو إيه الريجيمن اللي ممكن أستخدمه للعيان ده؟ طيب احنا عرفنا الحاله، عرفنا هل هي بتسوء ولا بتتحسن، عرفنا ايه الايجنتس اللي بيستخدمهم العيان. وانا في الامتحان بقلم رصاص احط، يعني احط اعلم بالقلم الرصاص طول ما انا ماشي على الحاجات دي ازاي. هنشوف هنا في الفورمه دي عندنا زي ما قلنا 5 حاجات هنشوفهم ده في اي كيس بتواجهنا في البورد عموما او كلينيكال كيس، اللي هي البيشنت ستيج، المرحله اللي فيها العيان زي ما اتفقنا، الريكومندد ثيرابي بناء على المرحله دي، الالجوريزم بيقول المفروض استخدم ايه، الكرنت بيشنت ثيرابي اللي هو مدهاني في السؤال بيقول للعيان بيستخدم ايه او ما بيستخدمش دواء خالص، البيشنت بروجريس يعني ايه العيان المرحلة تطورت او للاحسن او زي ما هي، اخر حاجة هقدر اوصل للاجابة الصحيحة ايه الموديفيكيشن اللي انا محتاج اعمله. نرجع تاني للبيشنت ستيج اللي هي ايه، انفلاماتوري نودولار اكني، فهي غالبا هتبقى ايه مودريت تو سيفير. عرفت ان انها منين انها مودريت تو سيفير؟ الديستريبيوشن هو ما قاليش، هو حدد لي ان هي مودريت تو سيفير بس حتى الديستريبيوشن بتاع الاكني مكتوب الفيس والشولدر وال الباك. تمام، يبقى دي الستيج. طيب ايه الريكومندد ثيرابي؟ لو رجعنا للجدول تاني هنلاقي ان الفيرست تشويس الاورال انتيبيوتيك، توبيكال ريتينويد، البنزويل بيروكسيد. الله، ده هو ده اللي العيان بيستخدمه. طيب يبقى ايه الاوبشن الثاني اللي عندنا اللي المفترض نستخدمه اللي هو الالترناتيف ثيرابي اللي هو بحط فيه ايه؟ اورال ايزوتريتينوين او مع اورال انتيبيوتيك مع توبيكال ريتينويد بلس او ماينس البنزويل بير اوكسيد. زي ما احنا شايفين الكرنت بيشنت ثيرابي اللي هو ايه؟ اللي هو نفسه الفيرست تشويس، اورال انتيبيوتيك، توبيكال ريتينويد، اند بنزويل بيروكسيد. طيب ايه الخطوه الثانيه طالما الفيرست تشويس ما جابش نتيجه او ايه عفوا ايه البيشنت بروجريس في الاول؟ هل هو بيتحسن او جرى له ايه بناء على الريجيمن دون؟ قلنا هنا ان بيجيننج تو ديفلوب سكارينج بيكوز اوف هيز اريتيشن، يعني ابتدى تظهر له ندوب بسبب الانفلاميشن دي وان الحاله بتسوء وانه محتاج يجرب حاجه جديده. طب هتبقى ايه الحاجه الجديده اللي هي الالترناتيف ثيرابي؟ ان انا بحط ايه؟ اد اورال ايزو تريتينوين اللي هو اول اختيار عندي. طيب ليه ما اخترتش باقي الحاجات؟ تعالوا نشوف كده برضو، مش بس ان انا اعرف الاجابه الصح، عيني لازم تبقى على كل الاجابات، ممكن تبقى حاجه تايهه عن دماغي وما اشوف باقي الاجابات اتنبه ليها الحاجه دي، يبقى بس مش اختار الاجابه الصح، اختار الاجابه الصح وابقى فاهم ليه الاختيارات الثانيه ماهيش مظبوطه. الامتحان ما بيبقاش، بتبقى التركايه بسيطه قوي، مجرد زي ما قلنا انك تاخد بالك كل دواء في الادويه اللي فاتوا ايه التركايه بتاعته، امتى استخدمه، ايه الحاجات اللي تمنعني من استخدامه، وبتيجي صريحه في السؤال بتاع الامتحان. بس كل اللي مطلوب ان انا ابقى حاططها في دماغي وانا بقرا ايه الاجابات. التوبيكال ريتينويد بلس ازيليك اسيد، كده انا هبقى بعمل ايه؟ هبقى بعمل داون جريدنج للثيرابي، لان الريكومندد ثيرابي زي ما احنا قلنا هو تريبل ثيرابي اللي هو الاورال انتيبيوتيك والتوبيكال ريتينويد والبنزويل بيروكسيد. في الحاله دي انا كده استخدمت التوبيكال ريتينويد، شلت الاورال انتيبيوتيك، استخدمت بس التوبيكال ريتينويد. الازيليك اسيد زي ما قلنا نفس الافكاسي ويمكن اقل كمان من البنزويل بيروكسيد، يبقى الاوبشن ده ما ينفعنيش. الاورال انتي اندروجين، ما هو ممكن الاندروجينز يكون سبب، بس هو عمل لي ايه؟ هو عمل لي اكسكلوجن للقصه دي ووضحها لي تماما. قال لي ايه؟ ان ديورنج الفوتبول سيزون بيحصل فليرنج. ليه؟ سكندري تو فريكشن فروم هيز هيلمت ستراب. يبقى الموضوع ملوش دعوه بالايه؟ بالاندروجينز. يبقى ده اوبشن بالنسبه لي مش متاح. اخر حاجه التوبيكال ريتينويد بلس التوبيكال انتيبيوتكس، برضه هو شال لي اوبشن من الاوبشنز اللي البيشنت بيستخدمها، قلنا اللي هو الاورال انتيبيوتيك والتوبيكال ريتينويد، هو شال لي هنا البنزويل بيروكسيد اللي هو المين كومبوننت في
تريتمنت حسب الستيج بتاع العيان ده، حسب الجدول اللي قلنا عليه بكده. دي المودل انسر زي ما قلنا نطلع عليها ليه، عشان مش بس نعرف ليه اختار الاجابه الصح، ولكن ايضا ليه ما اختارش بقيه الاجابات. دي الطريقه اللي المفترض مني افكر بيها في كل الحالات بتاعه الاسئله. بيشنت ستيج ريكومندد ثيرابي، هي بعرف العيان دواء ايه وبناء عليه اتحسن ولا لا، ولا بقت الحاله للأسوأ. واخر حاجه بوصل لها اللي هو القرار، ايه اللي هعمله في الكرنت بيشنت ميديكيشن. بكده نكون انتهينا من الاكني، وان شاء الله في تكمله المحاضره هنكمل مع السوريسيس وباقي اجزاء التشابتر. الاكني زي ما قلنا موضوع بسيط، يهمنا اعرف بس البيزكس بتاعته، يهمنا اعرف تركال في كل واحد، وان شاء الله تكون اسئلته بسيطه في الامتحان وسهل نحلها. ننتقل بعد كده للموضوع الثاني في الجزء الثاني من المحاضره اللي هو السوريزيس.